مساء الفل والهنا. الواحد لما بيسرح كده يا أخي يقعد يقول إيه فين الأيام الجميلة اللي كنا فيها مليين السمع والأبصار بالغنى بتاعنا، كل العالم العربي بيسمعنا، وما كناش في خطر من الأخطار الكتير اللي متعرض لها دلوقتي، زي إن الحاجة تتسرق وتتقرصن وتتدهول على عينها، وكنت بتبص حواليك كده وتشوف نجومك بينوروا في كل عواصم العالم العربي، في كل أجهزة الإذاعة والتلفزيون بتاعت العالم العربي وبره، وتشوف مجهودات وكليبات بتتصور وحفلات بتتوضب وكروهات طويلة عريضة لناس بتسعى وتشقى وأصوات بتتعلق وميكروفونات وإضاءة وتسجيلات ومهندسين حاطين سماعات، وقصة كبيرة جدا ودايرة اقتصادية كاملة بتدور حوالين ده. وانت بتتفرج كمواطن عادي بتشوف الصورة اللي واصله لك، لكن يمكن ما يجيش على بالك هو مين اللي ورا الحاجات دي، هو مين دايما اللي ورا انه يبقى فيه عرض بيرفورمانس مبهج عظيم كبير باسم عظيم مصري عمال يحقق اجوال طول ما هو ماشي. مين اللي قاعد ورا الحكاية دي؟ مين اللي ممكن يكون جمع أعمال كتيرة وأصوات كتيرة وكون قلعة فنية حصينة رصينة فيها مجهود خرافي حقيقي خرافي، وأنا بقول لكم شاهد عين يعني. اسمين تلاتة أربعة في تاريخنا، منهم اسم مهم جدا أنا عشرته، عشان كده النهاردة لازم يكون واجب عليا أن أنا أقدم له تحية وشكر واعترف بالمجهود وأقدم هذا المجهود للناس عشان تعرف مين هو صانع كل النخبة دي من النجوم، مين اللي صنع كراسة كاملة من تاريخ الغنائي في مصر، مين الشاب اللطيف الودود الهادي الدامس جدا اللي من هو صغير قوي جنان الفن وجنان الغنى وجنان الإمبراطورية الفنية المصرية اللي بتتربع على العروش كلها بيكون الهاجس بتاعه طول الوقت. والنهاردة يسعدني جداً إن أنا أكون معاكم بقدم له وردة شكر للأستاذ محسن جابر. أستاذ محسن، ربنا يخليكي، كلام يعني الحقيقة جسمي أشهر وأنتي بتتكلمي الكلام الحلو ده. هو تاجر شاطر بس صنايعي أشطر، عارف السوق رايح لفين، وكمان عارف إيه الحاجة الكويسة، مين اللي صوته حلو ومين اللي مش هيكمل. فوق التلاتين سنة وهو واقف في سوق الإنتاج الغنائي، شركات تطلع وغيرها تختفي، وهو مكمل في سكة الغنى والمزيكا ونشر البهجة. صنع نجوم كتير ونجوم أكتر اتعاونوا معاه، أعاد اكتشاف نجوم انطفى لمعانهم ولمع نجوم غيرهم. محسن جابر مش منتج وخلاص، محسن جابر تاريخ صناعة الأغنية في مصر في أكتر من ربع قرن. ازيك يا أستاذ الحمد محسن؟ لله الحمد لله. أنا عرفه طبعا من هو شاب صغير قوي. صح، بس احنا يعني مع بعضينا. صح، مع بعضينا من خمس سنين بس. أستاذ محسن جابر، خليها محسن بقى. طيب محسن، إيه اللي يخلي محسن شاب صغير في طنطا ابن عائلة يعني منضبطة قوي، أب له يعني قيود وقوانين وفريم وأطر وحاجات كده، يبقى بينام ويقوم الهاجس في دماغه مش عارف يبتدي إزاي؟ جات إزاي الحكاية؟ شوفي، البداية الحقيقة كانت بداية قدرية، يعني بداية قدرية فعلا زي ما حضرتك قلتي. والدي رغم ان هو كان مدير عام الضرائب، وعلى الجانب الآخر هو متدين تدين يعني قوي جدا، وهو نازل الصبح بيصلي الفجر بيصحي العمارة. فلما يلاقي مرة واحدة ان ابنه داخل مجال فني، بالتأكيد كان لازم يجيله تشك، فهو اتخض في الأول.
لن أنسى في بدايتي الأول إن أنا ابتديت مع منتج عملاق برضه وفي نفس سني. ابن خالتي هو المنتج الكبير عاطف منتصر. قول لي بقى. أيوة صح، أنا كنت ناسي الحكاية دي بالظبط كده. أيوة. فالبداية دي الحقيقة ساعدتني كتير جدا. أنا كنت لسه في أولى طالب جامعة. كنا بنتكلم بقى من خمس سنين اللي هم من 71 سنة 71. وطبعا ما كانش فيه شريط كاسيت ولا فيش اياميها، كانت الاسطوانات ال 33 لفة وتلت. فهو عاطف في ثالثة كلية تجارة وانا في اولى كلية تجارة. هو علاقته باخوه الكبير احمد منتصر صاحب السينمات، فعلاقته بقى في مأمون الشناوي وفي فنانين وفي رشد أباظة وبتاع، وعمل شركة للإنتاج السينمائي. فابتدينا نلتقي بقى مأمون الشناوي وانا أخلص الجامعة وأروح أخلص الجامعة وأروح. وبعدين فوجئنا بصوت جميل كان بداية هاني شاكر في أغنية اسمه ونصيب. ده مش إنتاجي، بتكلم على إنتاج صوت الحب. صوت الحب ما نزل الألبوم نجح كسر الدنيا، فابتدينا نقسم المشروع. أنا أتولى الشق التسويقي وأتولى الاستوديوهات. واستمرت المشروع بقى كبر، فبقى في عدوية صح الدحنبو بعدين بعد هاني شاكر. بس فيك أحلامي دي لسه، دي المرحلة اللي ما قبل من 71. عند منطقة 76 77 كنت تقريبا أنا كتوزيع يعني تقدر تقولي خلصت مهمتي في كل أنحاء الجمهورية. بقت لي أماكن ومراكز توزيع وتخلص المهمة، مش محتاجة طاقة أكبر من كده. فحصل سوء تفاهم كده يعني، يمكن برضو قدري. هو عاطف عمل فروع توزيع، فاضطريت أنا أدخل في الإنتاج. أدي الكروس. ما ابتديت في الانتاج كان البداية الحقيقة ان انا التقيت طبعا في التوزيع. انا مش بتكلم على توزيع الجزئية دي بس، انا في اللحظة دي الحقيقة عملت قلعة من قلعات التوزيع في كل جمهورية مصر. كان في مصادر ومنافس توزيع في كل وانا حتى. كنت المصدر الوحيد لكل شركات الانتاج العملاقة في ذلك الوقت. لسه يعني اسمك صوت الحب ولا عالم الفن؟ لا عالم الفن. انشأت بقى عالم الفن. اوكي. واخدت كل توزيع شركات الانتاج في المنطقه العربيه اللي هي ام كلثوم، صوت الفن عبد الحليم. ما كانش حد يقدر يوزع في منطقه كل الجمهوريه الا من خلالي. فدي ادتني اكسبيرينس، ادتني خبره ايه اللي ماشي وايه اللي مش ماشي وايه. فالتقيت بالحاج محمد الكحلاوي في صوت القاهره، وكلمه كده كلمه كده انبسط مني بتاع، خدني اتغدينا مع بعض. واحنا بنتغدى كان طبعا هو كان في سوء تفاهم ساعتها بالمناسبه، يعني ما بقول لك حاجات قدريه مع صوت القاهره. فقال لي تعالى انا تعالى اسمعك اغانيه وبتاع. هو كان عامل بالفعل كان عامل لاجل النبي. ابتديت بقى معاه، ودي كمان عملت علاقه الصلح اللي بيني وبين والدي. لان ابتديت بغنوه ورصينه. لا هو كمان خلفيه والدي محاماه، فلما قلت له تعالى اكتب العقد للحاج محمد الكحلاوي اللي هو بيحب اغاني الكحلاوي لما قال مداد يا نبي ولاجل النبي. فكان سعيد، ودي اول تحول له. حسيته بقى ان هو ابتدى يحس ان في امان، وان انا استأمني بقى ان انا لان انا كمان واخد اخويا الصغير في سكتي مصطفى معاك واخده في سكتي. فيعني ولاده الصبيان هيضيعوا. فالحقيقه راح معايا الحاج محمد الكحلاوي وكتب العقد بخط ايده. بعد كده حسيت انه ابتدى يقول ابني ابني ابني. كان ما كانش قبل كده يقول الكلام ده. وكانت اغنيه حب الرسول يا ابو دواب نيتو، ودي كانت فتحه خير بقى. الله. الحقيقه حب الرسول يا ابو دواب نيتو عن المعاصي يا ابو دواب نيتو جاني في منامي يا لبسني توب
توبني دو. ويوميها اهداني الحاج محمد الكحلاوي مصحف ما زال محطوط على المصنع بتاع قال لي ده خليه بركه لك افتح لك. وكررت بقى حاجات كتير للحاج محمد الكحلاوي. عملنا يمكن حوالي 5 اغاني 5 شرايط بعد كده، من اهمهم طبعا حب الرسول يا ابدا وابني دوب، و اللهم لك عيش الاخره، مجموعه كبيره جدا الحمد لله. كانت دي كانت اول بدايه واول خطوه. ممثل على قد الحال ومطرب شعبي معروف، ادوار قليله واغاني اقل مشهوره، صوت حلو ما فيش كلام، بس حظ يك، شهرة يوك. لكن أول ما اتجه للغناء الديني اتحول لنجم وبقى محمد الكحلاوي. في يوم وليلة بقى محمد الكحلاوي معروف بمطرب أغنية لجل النبي اللي حولها صوته لدعوة حلوة لزيارة الحبيب بتتكرر كل ليلة. عليك سلام الله يا حبيب الله. جت الخطوه اللي بعديها ان عفاف راضي من المحله وانا من طنطا ومعرضي في طنطا فمنير منير اخوها معدي فقال لي ده احنا بنعمل شريط لاغاني اطفال عايزك تسمع. فسمعت الاغنيه. هي كانت ابتدت امتى؟ كانت ابتدت فين؟ كانت فين بقى هي في المحله؟ لا عفاف راضي كانت اصلا على الساحه يعني، كان مليك حمدي الله يرحمه كان عامل لها رد السلام وروح وفي المواني يابا وحاجات كتير جدا كانت، بس انها تتجه للاطفال دي كانت بدايه علاقتي بقى بدخولي لعمار الشريعي. ايوه ان الاغاني دي بيعملها عمار الشريعي الله يرحمه. فلما سمعني منير اخوها بدايه الاغنيه كانت تاتا تاتا وبتاع، فسمعت قلت له انا البروديوسر بتاعك. خدته ونزلنا رحنا على عمار الشريعي. بعد جاب عفاف قعدنا بقى، وكانت شريط او البوم عفاف راضي سوسه سوسه كف عروسه، وبعديها بقى مجموعه كتيره من زمان قالوا النظر ياكلوا يقوي جزر. أيوة كل بقى السريده ودي الحقيقه كانت يعني من اول الشرايط او من اول الاغاني ما بعد ماما زمانها جايه تعمل صحيح تعمل صحيح. وإحساس عمار الشريعي مع طبعا الغنى عفاف راضي عمل الألبوم صدى، وده كانت البداية. بعد بقى ابتدت تطلع اشكال الفرق فطلع فرقه ابوف، بعدين طلع فرقه المصريين. طب يا عمار احنا بنعمل ايه؟ بنهزر يعني، واحنا المفروض على الساحه. فابتدينا نكون فرقه الاصدقاء. بس انت خدت الفور ام؟ انا خدت الفور ام بس بعد ما عمل اول شريط. وكان مع عاطف لسه. كان مع عاطف في الاول. عملوا مع عاطف الليله الكبيره، وبعدين عملوا معايا انا بقى الولد ده وهكذا. برضو المصريين عملت لهم ماشيه السنيوره وعملت لهم مجموعه كبيره.
في فرقة الأصدقاء بقى عملنا كل مشوار الأصدقاء يعني الأصدقاء حتى يعني سميت الأصدقاء رجوعا أو لعمار الشريعي وأنا وسيد حجاب وعمر بطيشة الأربعة دول هم ما يطلق عليهم الأصدقاء. نحن خايفين على الحدود مستمرين في الصعود اختفى النيل الجميل من تحتنا والمدن والريف وأول عمرنا وابتدى شيء ينجرح جوا الهدوء وابتدينا أسئلة منها شذوذ نلمع الشباك يخبينا معترك مننا نلمع الشباك يخبينا معترك مننا. الحقيقة ما كناش نفترق لا نهار ولا ليل ولا وكانت فرقة الأصدقاء من أحلى الحقيقة من أحلى الفترات اللي الواحد عاشها في حياته. فرقة الأصدقاء أصلا قامت على إنها تبقى نواة نطلع منها أصوات يعني لو الجمهور يلاحظ تلاقي في أغاني جماعية وعاملين لكل مطرب أو مطربة فيها سواء كانت منى عبد الغني أو حنان أو علاء كل واحد له أغنية منفصلة عشان اللي ينجح يطلع يتعمل له ألبوم وندخل غيره وندخل غيره. طبعا عملنا أغاني من أحلى الأغاني وإحنا سامحين على الحدود والمضات يوم بعد يوم حيجينا مضات ألوفات ألوفات تبقى جديدة وبعد ساعات تبقى لمدن تبقى لمدن في الفن والشارع والبيت أو في الإكسير واللبس طبعا لو حبيت رحلة رهيبة اللي مع عمار واستمرت لحد آخر يعني أنا الحقيقة من الحاجات اللي فقدتها في مشواري كان عمار الشريعي. أنت عارفة بقى بعد كده عملت معاه أقوى من الزمن لشادية طبعا صوتي أصلا نايم من النوم أنت عارفة فعملنا أقوى من الزمان الحقيقة الحمد لله حاجة وقتها طبعا عملنا سيبوا لي قلبه ويرحلوا الميادة هي اللي كده مرحلة ميادة دي أصلها لا مرحلة لوحدها كميادة بس مرحلة عمار الشريعي يعني عمار الشريعي بقى أخدته ودخلنا على نادية مصطفى خدنا دخلنا على ميادة خدنا دخلنا على وردة طبعا أحباب وهكذا بقى يعني مشوار عمار الحقيقة ثري جدا يعني هو كمان فوق انه كان موسيقار انا كنت بعتبره من الـ الناس اللي عاملين السبورت يعني انا كنت بعتبره كأحد يعني اكتر من اخ انتي من ضفير هطل القمر ومن شفايف انا الورد بقى ضحكتها بتهز الشجر والحجر وحنانها بيصح الحياة في النبات حبيبتي من ضفير أطل القمر وبين شفايف أنا الورد بات ضحكتها بتهز الشجر والحجر بيصح الحياة في النبات. لما بتاخد قرار انك انت هتبتدي رحلة مع الخط ده يعني انا كنت وقتها موجودة حواليك يعني وانت بتقرر ميادة بيبقى ايه اللي في دماغك بتبقى شايف ايه يعني انا كل ده بتكلم معاك وانا شايفة حاجة تانية غير اللي انت بتحكيه شايفة دماغك بتشغي بحاجات حتى ممكن تكون قاعد مع عمار وشايف ايه لكن بتعمل بلاننج تاني
وبتبقى يعني ايه متوجه صح، رايح هتخلص الحكايه صح دي وعامل لها بلان طويل وعارف هتخلص امتى صح. ايه بقى ازاي واحد خدنا يعني في موضوع مياده مثلا كمثال، اول ما برضو ابتديت عملت خريطه بسميها خريطه بالعرض. طب انا شركه باديه جنبي شركات كبيره طب ما انا مش هقدم لون واحد سواء كان كحلاوي ديني سواء كان عفاف راضي اطفال، ما انا مش هقدم لون واحد. فانا كنت عامل خريطه كده كاتب فيه كلاسيكيات، كلاسيكيات فيها مين؟ فيها وفايزة، فيها وردة، فيها شادية، فيها مش عارف ايه، التطريب، الفرق فيها مين؟ مش عارف الشعبي في مين؟ فلازم اغطي كل الكاتيجوريز دي او كل الافكار دي. فكانت علاقتي بميادة الحقيقة كانت من خلال بليغ حمدي. بليغ حمدي كانت ظروفه في التوقيت ده اللي هو توقيت 78 79 حصل انفصال مع ورد. الفنانة الكبيرة ورد. بليغ من النوع اللي بيحب يطلع همه في الغنى في الغنى في التلحين يعني قصة لوحدها يعني وعشرة عشرة عمر يعني. فساب مصر وراح ينسى وردة في سوريا باستضافة من مخرج كبير في ذلك الوقت الأستاذ صبحي فرحات. كان مخرج كان منتج سينما. منتج سينما فما راح هناك سمع صوت ميادة الحناوي. سمع صوت ميادة الحناوي طلبني. أنا بقى في الحاجات دي أطير. يعني أروح واثق جدا أروح المغرب أجيب عزيزة جلال، أروح سوريا أجيب ميادة، يعني ما عنديش مشكلة في إني أروح فين بس ألاقي حاجة حلوة. فما رحت الحقيقة سمعت حاجة يعني حتى اليوم اللي كان بيدندن فيه بليغ تحس فيه حاجة كده إلهية موجودة روحانية موجودة. عملنا بروفات وعملنا بتاع وطلعت أغنية الحب اللي كان. وهقول لك ليه روحانيات، يعني أنا كنت برضو لسه يعني لسه جديد ما كنتش عارف الموضوع ده جاي من بليغ منين. فنزل الحب اللي كان، عمل السنه اللي بقى هو قعد 3 سنين بقيت انا اروح واجي اروح واجي وبتاع. السنه اللي بعديها عملت فاتت سنه. اتاري كل دي جوابات لورده. انت الحب اللي كان اللي نسيته اوام من بعد الاوام، كان بيتقطع بليغ كان كتله احساس متحرك. السنه اللي بعديها تلاقي الاغنيه بتقول فاتت سنه حتى الجواب منه ما وصلش. من مين؟ من ورده. لما تعيشي بقى جوه المود ده تلاقي تدخلي بقى جوه الحب ده. كتلة حب متحركة. حبيبي يا أنا يا أغلى من عناية نسيت من أنا الحب اللي كان نسيته أوان من قبل الأوان نسيت اسمي كمان نسيت يا طلعت بقى بعد فاتت سنه اغنيه انا عامل ايه، وبعدين انت الحبيب بقى الاستاذ الموجي، وبعدين طبعا مشوار مياده كان فيه عقبات كتيره فيها منعها من دخول مصر. ودي مشوار وقصه تانية ان انا بقى بقيت مضطر لان انا اختار الالحان سجلها بره طبعا انفذها موسيقى وابعت لها شريط ديمو تحفظ وبعدين نتلاقى في اتينا واخد المجموعه دي كلها الملحن والمهندس الصوت والمخرج واللي بتاع وننفذ كل الحاجات دي في اتينا ونرجع من اتينا نيجي على مصر نعمل مكساج وتبتدي الناس تسمع الاغنيه. يعني هتلاقي مثلا المطربه الوحيده اللي سافر لها في سفريه واحده ودي برضو
لها ميكينج وفوتج بتاع. سافر لها في سفريه واحده عمار الشريعي ومعاه سيد مكاوي ومعاه محمد الموجي ومعاه الاستاذ حلمي بكر اطال الله عمره ومعاه محمد سلطان. خمسه لا يجتمعوا في مصر، اجتمعوا على ترابيزه اتينا بيلحنوا البياده. ده له فوتج؟ اه فوتج وفيديوهات وتصويرات. ده كان سنة كام حضرتك؟ ده سنة 84 85. شبكك مع سيد مكاوي الشيخ سيد مكاوي ده حبيبي. اه انا عارفه. اه ده حبيبي. اه بس برضو ترن. احكي لك في صغير في سيد مكاوي. كنا سنه ده سنه 82 كنت بشتغل الفنانه الكبيره فايزة احمد. فسنه 81 عملنا ايوه تعبني هواك مع سلطان. وبعدين سنة 82 قلت نحود بقى، خصوصا حصل انفصال بين فايزة وسلطان، فقلنا نحود على الملحنين الآخرين. وكانت فايزة بقى لها 17 سنة ما غنتش إلا لمحمد سلطان. فقلت أدخل على سيد مكاوي. فرحت أسمع منه ألحان. فبيغني أغنية، بيسمعني أغنية جديدة اسمها مش كتير على قلبي يفرح. بتقول مش كتير على قلبي يفرح بعد ما اتغرب كتير مش عارف ايه، راحت على المرجع بعد اللي كان جالك زمان تفرح بقى. فانا جديد في البتاع وبكسوف من سيد مكاوي، سيد مكاوي بقى انا لسه راجل بادي. فهو وهو بيدندن وكان في عمر بطيشه طبعا بيقعد بيعمل جو للقعده، يجوا عند كلمه جالك زمان تفرح بقى يسكتوا هم، فانا اقول جالك زمان تفرح بقى على حسب المود. فهم تقريبا بيشتغلوني. فايزه سالتني انت سمعت ايه النهارده؟ فقلت لها سمعت اغنيه بتقول كذا كذا جالك زمان تفرح بقى، خدي بقى خدي اللي مش واخد عليه. خدي بقى جالك زمان تفرح بقى دي. بعد اللي كان جالك زمان، بعد اللي كان جالك زمان، جالك زمان تفرح بقى، تعيش معاه مرحلة حياة، وتعيش معاه متزوقة، وده مش كتير. مش كتير على قلبي. استاذ سيد مكاوي الحقيقه كان يعني انا عشت مع العباقره. يعني الحقيقه عشت مع العباقره يعني، واعتقد ده احنا برضو عملنا حاجه جميله مع الاستاذ سيد مكاوي في بدايه المشوار. انا اعظم حاجه في حياتي انا شخصيا عملنا شريط ليكي جميل جدا اللي فيه دينج دينجي والمجموعه دي. بعد كده عزة الالاتاوي، عزة الالاتاوي. انا ممكن جيب لك حاجه يعني يمكن الجمهور يا سلام. يعني الجمهور ما يعرفش ان انت ليكي البوم في السوق، معلش يا حليله. ودي طبعا انا بدور عليه بقالي سنين يا محسن، ربنا يخليه. لا انا ببعت لك منه. حاضر يا حبيبي يا محسن. يعني ولا اشوف الصور اللي عليها، ده انا عندي ارشيف صور
فاروق ابراهيم الله يرحمه. ايوه الفوتو سيشن، عامل لك فوتو سيشن مرعب. لا وحياه ربنا مرعب يا حبيبي، مرعب بكل الاشكال بقى والكاركترات اللي انت ما اديتهاليش ليه من ساعتها؟ ده انت غريب. الله، دي احلى تجربه في حياتي انا، لان انت الحقيقه يعني اديتني شرف ان انا اقعد مع شيخ سيد. انت فاكر انا كنت بقعد فين؟ كنت بقعد هنا طبعًا. هو قاعد كده بالعود وانا هنا على الارض قاعد عامله له كده وعندك كل تسجيلات البروفات يا استاذ محسن. جدا حاضر حاضر، هنعبس عليها تاني واجيبها لك. كل ما اقول له كده يقول لي هاتي التريننج سوت والمش عارف ايه وخش اقعد انت في المخازن طلعيها. هو حقيقه كل الارشيف بتاعي متوضب كويس، ففعلا هعمل لك. طب والنبي ربنا يخليك، لانه من التراث الحلو جدا. اصله قايل فيه يعني كمان، ده قايل قبل احنا الاثنين رايحين في سكيبه وحاجات كله من كله، وانا راجل فيلسوف. أيوة. واحمد مش عارفه ايه وطلعت ادب، يعني قايل التراث كله. ولو انت تفتكر انه زي ما حكينا قبل كده انه عزة القلتاوي اللي هي باسم الشريط دي طبعا كان مكتوب منها كوبلهين، كان الفنان الجميل اللي عزة تبعوه في ربنا يديله الصحة كمان. ياللي تحب الفن وغاوي خد تذكرتك وادخل شوف فرقة عزة القلتاوي أستاذ الفن المعروف. فرقة عزة القلتاوي أستاذ الفن المعروف، على كيفك رواية تراجيديا تخرج تعصر في المناديل، وتاريخي وعصري وكوميديا ومواعظ ملهمش مثيل. على كيفك رواية تراجيديا تخرج تعصر في المناديل، وتاريخي وعصري وكوميديا ومواعظ ملهمش مثيل. وأغاني أماني وحب وحب وبنات ترقص هلا هوب هلا هوب، واغاني اماني وحب هوب هوب وبنات ترقص هلا هوب، ومناظر حاجه جميله والليمون برزاغ الشوب. ياللي تحب الفن، ياللي تحب الفن. كان مكتوب منها كوبلهين وبالخباثه احنا صح كتبت صح انا كوبلهين تانيين صح، وقفشني استاذ صلاح وقال لي والله حلو حلو يا بنت وعفريته مش عارفه ايه. فاكر طبعا يا خبر ابيض على الايام دي، ايام تتنسي. بس ده كان ايه، زي فاكهه، طبق فاكهه كده جنب الشغل التقيل اللي انت عملته مع الشيخ سيد. يعني انا عملت مع الشيخ سيد حاجات بقى مشوار كبير بقى، ميادة الحناوي فايزة احمد وكله بقى. انت عارفه بدان دخلت مع ملحن بوزع عليه كل الاصوات. هي فايزة مع سيد مكاوي ايه اللي جد عليها؟ يعني اختلفت ازاي؟ لا شكل جديد خالص. شكل جديد طبعا. ايوه انت اللي حسيته في وقتها يعني بعد ما اشتغلت قد كده مع استاذ محمد. شوفي دايما انا ما كنتش يعني من قناعتي دايما ان ما عدتش التجربه. يعني تجربه عملتها لو كررتها الناس هيقول كرر نفسه. فما كنتش احب اعيد التجربه حتى لو مسكتي اي فنان من الفنانين اللي انا تعاملت معهم مش هتلاقي ألبوم شكل التاني. أيوه. ما بحبش الناس تتوقع الألبوم التاني هيبقى إيه شكله إيه. يعني أحب أتوقعه أن أنا رايح بورسعيد يلاقوني في اسكندرية. فالنقلة من محمد سلطان لألحان ومدرسة سيد مكاوي دي كانت نقلة كبيرة جدا. ثم من فايزة أحمد من سيد مكاوي لبليغ حمدي حبيبي يا متغرب. واخد بالك انت عمال تقول لي لوكع لا وخدي بالك برضو ان كل لوكع من دي فيها تفاصيلها ومفرمه جوه والاغنيه دي رايحه لمين وجايه لمين وقصه يعني قصص والغيره بقى الفنيه اللي بين المطربات وبعضهم ومين اللي خد اللحن ده ونزلت فايزه احمد انت عارفه بيتها جنب مكتب بديخ حمدي فاغنيه حبيبي يا متغرب كانت اصلا سمعتها بالمصادفه يعني ديمو من عندي كانت رايحه المياده فعجبتها المياد عندي فايزة عندي فقصة ما مشكلة كبيرة طبعا هقف قدام فايزة ازاي يمكن ميادة لسه كتكوتة صغيرة نقدر عليها انما فايزة كانت تشيل الشبشب يا نهار اسود بحبها يعني بتشيل الشبشب بحبها لانها كانت ست بعشر رجالة لوحدها وعفوية جدا وكانت تقول لي يجي على بالها وتعمل كل فخدتني يوميها عملت فخ في بيتها في الزمالك ولما دخلت العزماني على العشاء فلقيتها لابسه نازله قالت لي مخصوص مصر تعالى بس هنروح مشوار صغير كده
فبليغ حمدي مكتب بليغ حمدي وبيتها مفيش يا دوبك شارع السؤال. تعالى نروح لبليغ. فرحت لبليغ. بليغ أغنية حبيبة من الغرب دي بتاعتي. فهو بقى يبص لي يبص لي. فقال والله اللي محسن يقرره. قلت له بليغ انت هتحطيني في الموقف ده ليه؟ فحتى كتب لي التنازل كده، تنازل لمحسن جابر اللي من يختاره اللي تتغنى، بس مين اللي يقف قدام فايزة؟ من هو اللي يجرؤ؟ ايوه وكانت حبيبي يا مطر. حبيبي يا مطر قرب لي قرب، بتسافر الجوابات مليانة بالحي، مليانة بالأهات الأهات الأهات، بتسافر السلامات تفكر الغليل بأحلى ذكريات الذكريات. يا خبر أبيض على العظمة. وبعد حبيبي ما تغرب رحنا للسنباطي. يعني شوفي شوفي النقلات. لا انا بتفرج عليك انت، لان انت في الوقت ده شاب فعلا صغير ونفنع وحيي جدا، ما تحسش ان الراجل ده بيتفاوض مع الناس دي وبيعمل الصفقات دي او الديلز دي او النجاحات دي. والله العظيم ما تصدقوه، انه تحس انه لسه في طالب في اولى جامعه زي ما هو زي ما ابتدى. فكنت انا بستغرب يا اخويا، ومحسن بيسلك ازاي في الصراعات دي بقى؟ انك وتقوم رايح للصنباطي، يا لهوي. وحسين السيد كل دي اسماء. فعملت اخر اغنيه اللي هي لا يروح قلبي انا مش انا اللي احب وانسى. دي اللي هي وقتها اللي جالها المرض. والحقيقه كل ما افتكر الحته دي ده انا يعني في الفتره دي، واحنا بعد ما خلصنا الاغنيه وكده، فهي حست بالتعب فسفروها امريكا ورجعت قالوا هوبليس وكده، فبقيت انزل معاها تاخد الكيماوي. فازاي انزل معاها تاخد الكيماوي وادخل استوديو؟ يعني موضوع يعني صعب نقيض صعب جدا، وجالي حاله نفسيه يعني ان انا عايز ابطل ودي اخر الدنيا، لان فايزه كانت بالنسبه لي حاجه. ف لحد بقى ما تدخل وكنا خلصنا اللحن وبتاع، ناقص على تغني صوتها. فشوفي جبروت فنانه بتحب الفن. يعني عشان تقولي الزمن الجميل، محسن افتح لي استوديو عايز اغني. ازاي يا فايزه واحنا راجعين ما انتش قادره تقفي على رجلك؟ يعني مش عايز اقول لك لانه علشان تقعد كنت مفخ لها مخده هواء واحطها ورا ظهرها علشان تقدر تسند ظهرها من الوجع اللي في العظم. فأرجوك افتح لي استوديو غني، أنا مش قادر، أنا نفسيا مش قادر. تفاجئ بقى إن محمد سلطان اللي هو في ذلك الوقت ما كانش يعني متطلقين، يكلمني يقول لي عشان خاطر افتح الاستوديو. يكلمني الأستاذ فهمي عمر رئيس الإذاعة في ذلك الوقت يقول لي افتح لها الاستوديو. يكلمني الأستاذ موسى صبري رئيس مجلس إدارة الأخبار في ذلك الوقت، وده اللي سمعت له يعني. افتح يا استاذ، يعني لفت من وراه راحت كل الناس. تخيلي اصل فايزه كانت في مشواري كانت فكت الصبح. يعني فايزه كانت لما ترن على التليفون الخاص بتاعي ما بتقولش الو ولا انا بقول الو، هي انا ارفع السماعه الاقيها بتغني مطلع الاغنيه اللي بتحفظها، لا يا روح قلبي انا مش انا اللي احب وانسى مش عارف ايه، فما اقدرش اقطعها، اقعد اسمع لها حتى لو كنت في اجتماع غصب عني. فما بالك اللي كل يوم الصبح كان بيقوم يسمع على صوت فايزه محطوط في الموقف ده. رحنا في الاستوديو دخلناها البلينج روم عشان تغني، فما بقتش قادره تقف، فاضطريت اخدها الكنترول وجبنا كراسي، قعدت على الكرسي ولاول مره هرم زي ده تغني الأغنية وهي قاعدة على الكرسي والمايك تحت. كانت الأغنية اسمها لا روح قلبي أنا مش أنا اللي أحب وأنسى، وكاشان كلامها شجن ركب على تعب تعبها، بتقول لا روح قلبي أنا مش أنا اللي أحب وأنسى،
ابعد انت، ومهما هيطول الألم مش هفكر فيك بلوعة أو ندم. الليالي اللي عاشها الحب وياك ملكي وحدي، مهما تبعد مش هتاخد ليلة واحدة من اللي عندي. لا يا روح قلبي أنا، مش أنا اللي أحب وأنسى. وكانت دي كانت آخر أغنية، آخر الأغنية لفايزة أحمد في التوقيت ده اللي هو كان سنة 84. تعال نسلم عليها في ذكرها. لا يا روح قلبي أنا، مش أنا اللي أحب وأنسى وأنسى وأنسى، مش أنا. ابعد انت ومهما حيكون الألم، مش حفكر فيك بلوعة، مش حفكر فيك بلوعة أو ندم. بتسافر من الأردن، يتقلك في المغرب في شابة اسمها عزيزة جلال، صوت ولا هي كانت جات طبعا. هنا ولا لا 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 انت روح سافرت المغرب؟ مين اللي قالك بقى؟ ما كنتش متصور ان المغرب، انا كنت زمان يعني خد الحاجات كده ما عدا الفن كنت اخده بعمق. كنت متصور ان انا هسافر الصبح ارجع بالليل. كنت بحكي الحكايه دي لاولادي الحقيقه، لان واحد منهم كان عايز يسافر المغرب، فبقول له لا خد بالك 7 ساعات، وكانت ليبيا وقتها. وكانت ليبيا وقتها ممنوع الطيران فوقيها، فكانت لازم تطلعي على ساحل اوروبا والطياره ترجع تاني في 7 ساعات. انا بقى كنت دايما اسافر صد رد زي ما بيسموه كده، تك تك، فانا حاجز وراجع تاني يوم. مع فرق التوقيت 3 ساعات بيننا وبين المغرب، فتاني يوم ده راح يعني. وانا هناك يبقى اليوم لازم ارجع خلاص. ورحت طبعا المغرب في الرباط، جبت عزيزه جلال وجينا. مين اللي كلمك قال لك عليه؟ شوفي، كانت بتعمل بعض الحاجات في جلسات في الإمارات. فكلمني عليها محمد الموكي، موسيقار الكبير محمد الموكي، وقال لي البنت دي لو جبتها، الحقيقة ده كان نصيحته، لو جبتها البنت دي هنعمل بيها شغل حلو قوي. رتبت بقى واتفقت معاها وكده وجبتها. اجتمعنا مع الأستاذ الموجي، جبنا مأمون الشناوي. عمل أغنية جميلة ولذيذة، بومبوناية، بتخصمني حبة، بتصلحني حبة. كل شوية كل شوية كده من غير مناسبة، كده من غير مناسبة. ما بقولك صوتي أصلا، أنا وإنت الطرب. فالحقيقة بعد ما خلصنا الأغنية، حاجات قدرية برضو بتتدخل، ففوجئت بالاستاذ كمال الملاخ بيكلمني. الاستاذ كمال الملاخ ده مؤسس مهرجان القاهره السينمائي. فبيكلمني بيقول لي انت كنت بتقول لي في بنت صوت حلو كده انت بتسجله الايام دي، ما تجيبه اقدمه لك في مهرجان القاهره السينمائي الاول. وده كان في فندق الشيراتون. قلت له يا ريت. كان تحت على الدين، كان في المفتوح. كان في المفتوح تحت. وبعدين جينا نطلع، طبعا في 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 مشكله. قدمته انا المهرجان ده، انا قدمته السنه الاولى يا داود، انا قديم قوي. اتفضل. وبعدين ده كان سنه 97 يمكن. ايوه قدمته. فطلعت عزيزه، طبعا كان في برضه مشكله، وهي طالعه الفستان بتاعها اتمسك في مسمار في بتاع، فاتقطع الفستان من ورا، فجت واحده من الكورال، ورغم ان اتقال اسمها وبتاع انها تطلع، ففي الكواليس قعدوا يحطوا لها دبابيس وبتاع. طلعت، فانا رحت المخرج، كان الاستاذ جميل مغازي، او يعني اعتقد فوق جميل مغازي كبير.
وقلت له ما تلفش بالكاميرا في الظهر عشان الفستان. كان مسجل وغنت الأغنية. طبعا احنا مسجلينها استوديو. خلصت الحفلة صفرها بقى. عملت مهمتها. تصدقي لو اقول لك لان انا في الوقت ده كنت اشهر منها. مش اشهر منها يعني. أيوة في الاوتيل وبتاع. تعالى يا فلان تعالى يا استاذ مصر. وانا بخرج عزيزه من باب الشيراتون الوراني اللي على النيل عشان اوديها المطار. ولا حد بيعرفه. شوف فرق النجوميه. ولا حد بيعرفه. حتى الشنط وبتاع مش حاسين بان دي عزيزه. خدتها وديتها المطار. اسبوعين الحفله اتمنتجت. نزلت كسرت الدنيا. كسرت الدنيا هي. اقدر اقول لك لان الاغنيه دي هي البدايه الحقيقيه الماديه. البدايه الحقيقيه الفنيه الماديه للشركه. بتخاف مني حبه وتصالحني حبه كل شويه تغضب كده من غير مناسبه. اهدى يا حبيبي اهدى اهدى وردة بقى محسن جابر ووردة. الحالة اللي حطيتها فيها في كليباتها بقى في الشكل بقى المختلف قوي ده. يعني احنا كلنا فاكرين وردة في أول حضورها للمصر وهي عند الهرم وبتغني مش فاكرة كانت أغنية ايه كده. يا نخلتين في العلالي. ايوه يا نخلتين في العلالي دي. ولابسة كده بتاعه وعاملة شنيوم مش عارف ايه وحاجات. إلى القفزات بقى بتاعت الكليبات اللي عملتها لها. شوفي بعد أغنية بودعك هي قررت الاعتزال. وقعدت فترة كبيرة مش عايزة تغني. يعني برضو بكلمة بودعك دي معاها ومع بليغ. وخدت فترة وأعلنت في صحافة اعتزال وردة ومش لحد ما فكرت في فكرة إنها تغير من كل القالب ده. يعني هو ده بداية الخط الجديد. وجبنا صلاح الشرنوبي وعمر بطيشه وكنا بنلحن ساعتها شريط لناديه مصطفى فهي اتكلمت فسمعتها بتونس بيك. طارت بيها. طبعا وكانت بتونس بيك طبعا. الناس عوده كانت زلزال زلزال. انا كانوا بيسموني محسن بتونس بيك. يعني اطلق عليا. لان الغنوه دي زلزال حقيقي. حقيقي يعني. بتونس بيك بعد بتونس بيك عملنا حرمت احبك. وكررت بقى السلسله. في غنوه في المنطقه دي غنتها وكانت حلوه قوي وما اتقالتش تاني. فرق السنين جوه الالبوم. يعني اغنيه اسمها فرق السنين. بس جوه الالبوم. يعني هي كانت دايما تركز على بتونس بيك فيمكن هي غنتها. دي غنوه حفلة. حلوه قوي. Thank you.
شوفي الالبوم كله يعني مليت انا مليت من الغربه هايله. في الشريط الثاني حرمت احبك في اغاني فوق الرائعه. فين الكليب اللي لابسه فيه فستان احمر واخرجه حسين كمال؟ ده كان طبعا احباب. ايوه انا حاضره بقى ده عمار الشريعي. انا حاضره ده بتصويره ببروفات وبانترنت. ايوه ده عمار الشريعي في منطقه استوديو الاهرام. استوديو الاهرام وده في منطقه 86 87. أيوة. بتونس بودعك 89 بتونس بيك 90. عمار قال لي وريني الاخراج. ده هايل. تصدق؟ فقلت له طيب وقفت وراه وقعد بيتفرج كده وقلت له ايدي اليمين دي الكاميرا اللي يمينها وايدي الشمال دي الكاميرا اللي مش عارفه ايه ولما هحط ايدي على رقبتك من او من ظهرك من ورا هتبقى الكاميرا الفاس اللي في وشها. وقعدت اعمل له كده اقول له ده ميديوم تول وهو واخدها لحد هنا وده مش عارفه ايه وحسين قاعد. طبعا احباب احباب طبعا احباب وانا وانت سؤال وملوش جواب يا ابو حس بيعرف يلمسني وكلام ولا غيره يونسني يا ابو حس بيعرف يلمسني وكلام ولا غيره شفايف قلبي من غير قلبك خايف يا غنوة ما تحتاجش شفايف قلبي من غير قلبك خايف واحنا من غير بعضنا أغراض أحباب والحب عجيب عجيب وملوش أسباب. إزاي عملت النقلة مع سميرة سعيد بقى؟ بص أنت عمال كمان الزمن بيروح. لو تلاحظي كمان الإنتاج ده اللي أنا هو متداخل يعني هتلاقي في نفس السنة في فايزة في ميادة في عزيزة جلال في 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 وهكذا. ودي برضو الحقيقة يعني أنا بقول أنا سعيد الحظ إن عصرت الحقيقة وساهمت في نجاحاتهم جدا يعني هم ساهموا يعني في نجاحاتك يعني كمان يعني أنا لا أنا سعيد الحظ لأنه النهاردة مثلا كان عندي الصبح إيهاب توفيق فبيقول لي عايزين ننشط بقى ونبدأ قلت له إيهاب أنا لما كنت بعمل وردة حلوة وبزرعها كنت بزرعها في جنينة كلها حلوة النهارده وانا بعمل ورده حلوه واجي ازرعها الاقي كل اللي حواليها زي صحراء او خرابه. زمان كان كله بينجح كله شغال يعني 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 انا قدمت وعملت من احلى الحاجات الحمد لله اللي بيسمعها الجمهور بس كان زمايلي جنبي. يعني انا بعمل مثلا عمرو دياب ما ندخل مرحله عمرو دياب الاقي غيري بيعمل مش عارف راغب علامه الاقي غيري بيعمل وهكذا فكميه الحماس كنتوا بتسخنوا بعض وفي منافسه وفي وحب وفي وحب الحقيقه يعني كنا النهارده بنستعيد شويه ذكريات كده ده وإيهاب وبعدين طب في وقت سميره سعيد كان مين؟ كانت الدنيا مين ومين؟ شوفي سميره سعيد انا يعني كانت في الاصل مع احدى الشركات شركه اخرى قبليه وكانت عملت الكلاسيكيات فلما توفى صاحب الشركه جات لي سميره
وقمت عامل لها اول حاجه مش هتنازل عنك ابدا. طبعا انتي طرقعت الدنيا ضحكتي لانها فعلا كانت اغنيه على قد الحدث. وبرضو حاجه جانبيه كده ان كل قنبله بتتقدم في الاغنيه دي بتجيب عليها مصايب من المطربين التانيين اللي عندي في الشركه. واخد بالك؟ يعني انا في يوم من الايام فعلا دخلت عليا فايزه احمد وهي كان عندي مشكله في المكتب، فزي ما حكيت لك في الاول انها بتطلب الصبح تقول تغني، فهي لما طلبت تغني انا ما عنديش الوقت مش بسايفني لان كان عندي مشكله جوه المكتب في بوليس وفي بتاع، فحطيت سماعه. فهي ازاي وازاي اتقفل في وسعها السكه، فهوب فوجئت في وشي في المكتب داخله. فانا قمت مستخبي تحت المكتب، انت عارفه في ايه في ايه فايزه في ايه فايزه. قالت لي انا تفلت في وشي السكه، علشان البت سحرالك. قلت لها مين البت اللي سحرالي؟ انا عندي مشكله بره. قالت لي البت عزيزه جلال سحرالك. والله. قلت لها من فوز باللي سحرالي ولا حاجه. كانت وقتها عزيزه جلال عزيزه جلال بتخصبني حبه، وهي كانت مش كتير على قلبي لسه نازله. قالت لي سحرالك. قلت لها لا. قالت لي انت عامل لها الدنيا كلها بتتكلم عنها وعامل لها افيشات كتيره في البتاع. قلت لها مدام فايزه انا عامل لك افيشات اكتر. ناديت على الولد اللي ماسك اديني عدد افيشات فنانه فايزه واديني عدد، فطلعوا الدبل. فسكتت. قالت لي طب بس زمان كان انت عارفه رسم. فقالت لي بس هم راسميني وحش. قلت لها والله الصوره اللي عندي مديها لي يا مدام فايزه. قالت لي طب قال لهم كده يظبطوها لي. يا عيني راحت على ما فيش. قامت واخداني بالحب. فدي كانت العلاقات الكبيره. فلما نزلت برضه مش هتنزل عنك، مش هتنزل عنك، كان لسه في عزيزه جلال. لا بس كانت امين اكبر، كانت عزيزه اكبر من سميره وقتها. الاثنين كانوا تقريبا أهم يعني؟ طالعين في نفس في نفس التوقيت. يعني يمكن سميره كانت سابقه سنه صغيره. يعني سميره كان قدمها بليغ حمدي منطقه 78 79، عزيزه تقدمت في ال 80، يعني فرق سنه. بس طبعا اثنين مغاربه وكده كان في منافسة حادة. في منافسة عملها مش هتنازل عنك أبدا. وبعدين قررت يعني السري بقى كله. السري كله. وبعدين لما اتجوزت الفنان هاني مهنا فهو قال لي أنا أولى بمراتي. قلت له حاضر وتنازلت على العقد. أما انفصلوا رجعت تاني سميرة وعملت لها بقى المشوار التاني لحد يوم ورا يوم ومش عارف ايه وقويني بيك والدويتو مع الشاب مامي والقصة دي كلها حاجة روعة. أنا راجع يا أغلى حبيبي بقول لك لا كده كفاية حبيبي مهما كنت بغي بقلبك كنت ويايا انا رجع يا اغلى حبيبي بقولك لا كده كفايه حبيبي مهما كنت بغي بقلبك كنت ويايا اهم حاجه انك عمرك مش هوايا يا ماما ورا يوم غير كنت بحلم كده عيني سامي Thank you.
Hi, I'm Hamilton. Hi. I'm looking after Amir's hair. Make sure he looks his best. Very easy job, because he looks good. Thank you. I hope so. And it's a lot of fun. Very cold. Very, very cold. But the good thing about it being cold for hair and makeup is once you put it on, it stays. أنا بعمل شعري بعمل كليب معايا ده هاملتون انجليزي ستايلست. What's your name? Jeremy. German. The German اللي بيصورني بالكليب بيصورني بال making. I'm very happy. أتمنى إني بحصل لحالة كويسة. I'm not afraid to die.
الهضبة. الهضبة حبيبي ده. يعني الهضبة ده حبيبي، يعني يمكن الناس تفتكر ان احنا لما بعدنا عن بعض وبتاع، انما احنا ما زلنا على اتصالات، وانا كل حتى اللي ما بتعاونش معاهم ما زلت على علاقة حلوة بيهم، يعني حتى لسه مكلمني من يومين ثلاثة من دبي، يعني ما فيش الهضبة. ابتديت قابلته سنة 95 و 94 95 وقابلته في بيت عمار، ما هو كله مشبك مع بعض. لقيت عمار بيقول لي ليه ما بتشتغلش مع عمرو؟ فقلت له ان عمرو مع منتج زميلي، قال لي لا ده سابوا بعض وكده. فقلت له اطمن الاول، فكلمت زميلي هو المنتج الكبير نصيف كوزمان. نصيف ايه؟ قال لي لا 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 احنا سايبين بعض وخلاص، يعني ما تزعلش هكمل معاك. فقال لي عمار ادخل في الكنترول روم هنقفل عليكم وعيشوا مع بعض. هو باين كان جايب عمرو ساعتها علشان يقول حاجه في 6 اكتوبر. كان ده التوقيت. يعني دخلنا الحقيقه، يعني المعروف عني ان انا لما بحط في دماغي حاجه ما خلاص فوق تحت شويه فقلت له عمرو نشتغل. قال لي بص يا محسن، انت الوحيد اللي كنت واقف في سكتي في مشوار نجاحي. قلت له ليه؟ انا مش متصور. قال لي لان انا كل ما بجتهد واعمل شغل حلو وبتاع ليك انت نازل بحاجه تكسر الدنيا تقوم قاشش الجوايز كلها. فلو اشتغلنا مع بعض هتعمل لي ايه؟ هناخد جوايز ايه؟ فانا الحقيقه ما كانش ده لافت في دماغي. انا فعلا كنت باخد الجوايز طول ما انا ماشي كده وبشوفهم، يعني بشوف عمرو واشوف مش عارف مين واشوف مين في الحفله اللي انا، بس انا بكون واخد احسن. كان مش عارف ايه مين ساعتها بقى، وكانت ايه الجوايز؟ ده كان قبل. يعني كان جوايز بقى الشرق الاوسط وجوايز اللي هي اللوكال المحليات، بس كنت بقشها. يعني ما تنزلي بتونس بيك دي مهما تحطي حاجه جنبها خلاص، تنزلي بحرمت احبك مهما غنت جنبها معلش. فرصه ثانيه. فهو قال لي، وانا اول مره احس بالموقف ده انه يعني انا واقف في طريقك بس من طريق نجاح. يعني فقال لي طب هتعمل لي ايه؟ فقلت له خلينا نتكلم في الامور التانية وسيب دي على جنب الاول. قال لي طيب انت شايفني في قد ايه؟ فقلت له شايفك في كذا. قال لي ما ينفعش كذا. قلت له ما خدتش دقيقتين الحقيقه. يعني طلعت العبار مبروك يا عمار بتاع. من المعتاد ان انا دايما كنت اسند لعمار على طول شغل. فلقيت عمار قال لي بص يا محسن انا نفسي الحن لعمر، بس بص شوف عتبتك معاه في اي اتجاه ما تتكسفش مني. ان وبالفعل في السنه دي حظه على الجانب الاخر، السنه الوحيده اللي كنت على خلاف مع الفنانه الكبيره ورده، فبقى انتجتش في السنه دي البوم. هي ما عملتش البوم، وده راجع لايه؟ كان الالبوم اللي قبله حرمت احبك. انا مصر لانه الهيد حرمت احبك، وهي مصره على ان الاغنيه اللي جوه اسمها يا ليلي طول هي الهيد. فبعد ما سجلت، بعد ما جهزت الالبوم وكده وعملت التصوير وجبت جميل مغازي وخد عربون وبتاع انه يصور، فوجئت انها حرنت وكده وما نزلتش. فلما نزلتش انا خدت موقف، نزلت الالبوم والالبوم ما عملش اي حاجه في توقيت حرمت احبك، ما عملش اي حاجه لمده 6 شهور. بحيات النبي. والله ده ايه ده؟ وبعدين هي جالها في الفتره دي ازمه صحيه. فسافرت تعمل عمليه قلب. مسافرت في فرنسا وخفت وقامت، فاستضافوها تي في 5 بعد فتره النقاهه بتاعتها استضافوها، فقامت مغنيه الاغاني اللي انتوا بتشوفوها دي بلاي باك على الستيج بتاع تي في 5 معاه بيانو، معاها بيانو وجمهور قاعد وهي لابسه الفستان الكحلي اللي معمول بذهب كده وبتاع. بلاي باك خالص ولا الماينس 1 ده، ولا كانش طلع يعني الماينس 1؟ يعني كان سيمي بلاي باك، لانه بحس لا سيمي بلاي باك. فلما رجعت طلبتني. وده كان بدايه الصلح، بس كنا كنت نزلت من نور العين. طلبتني قالت لي عايز افرجك على الفي اتش اس ده. فاتفرجت عليها، كان ابنها رياض موجود، حتى كان سي كام في ابيض واسود. اتفرجت عليه لقيت سي كام بيعملوا سي كام، في بال وسي كام كانوا نظامين للفيديو. خلاص ما علينا، ابقوا ذاكروا الموضوع ده الصغيرين بعدين. وبعدين قلت لها اديني الفيديو ده.
قالت لي ماشي، خدته نزلت على استوديو فتحي عبد الستار، قلبت البولاريتي بتاعته او الكواليتي بتاعته، وطلعت على الاستاذه ساميه صادق في وقتها، سلمتها للتلفزيون ونازل حرام تحب، فدغدغ الدنيا. لما نزل الحقيقه ورده عايزه توصل لي انك كنت عندك حق، هي كانت مصره على على فحظ الحظ بقى، طلعت في برنامج ليلتي للمذيع امير عبد العظيم. أيوة. بحكي لك قصه. لا لا ده انت عمال توديني في، فهي كل ما هتتكلم تقول لها اصل محسن، هي مش عارفه ان كل ما تقول اسم منتج في التلفزيون مصري ينزل في الحصاله بتاعت الاعلانات، هيخرب هيتخرب بيت المذيع ماسكه البرنامج. لا والله، لان المفروض لا تقول اسم شركه ولا تقول اسم منتج. يا نهار ابيض، امير عبد العزيز بتقول لها اه خلاص يا مدام ورده عرفنا محسن بقى خلاص. يعني بتقول لها بس بصي اصل محسن. وانا طبعا بتفرج على التلفزيون وميت على رهب الضحك. ومن ساعتها البرنامج اتوقف هوا لحد النهارده، اتوقف هوا بقى مسجل بسبب الموقف. يا عيني. ودي كانت ورده بتحاول تعمل اعتذار على الهوا للي حصل بيني وبينها. كنت انت بقى نزلت بحبيبي يا نور العين حضرتك، كنت عملت حبيبي يا نور العين. فنزل حبيبي يا نور العين، مش عايز بقى اقول لك بقى الجوائز. لا دي تقول لي الجوائز. ما انت عارف جوائز الشرق الاوسط، جوائز مش عارف ايه، جوائز كان في الحلم العربي في دبي. ومهرجان الحلم العربي في دبي، خدت احلى كلمات واحلى لحن واحلى توزيع واحلى اداء واحلى فيديو واحلى ونزل 35 ملي في دور العرض في السينمات. مظبوط. مش فاهمه الفكره دي جات لك ازاي يعني. دي الحقيقه زمان كان في السينمات كانوا بيحطوا سلايد سلايد علشان الاعلانات. انا يعني كان هستطرد لك لحته صغيره كده، كنت مشهور بالبروباجندا دي. يعني غير الاختيار الفني. وانا نازل لازم كله عمل لي حساب. يعني ما بقاش نازل كده مستخبي بتاع. حتى انا اذكر ان الاستاذ عبد الوهاب، انا رايح للاستوديو وهو بيسجل من غير ليه، فعلشان النضاره بتاعته، فلازم وانت بتسلمي عليه تقولي له أنا فلان يا استاذ عبد الوهاب. لقيته بيقول لي وهل يخفى القمر يا مجدي؟ مجدي استاذ مجدي العبروسي. استاذنا طبعا. مفيش اسم بيعدي. مفيش اسم بيديهولي كائن كده كلهم. قال له يا مجدي، وانا فاكر القعده دي كان فيها الاستاذ مفيد فوزي وكان فيها الاستاذ ابراهيم ابو سعاده، زي الاسماء بقى اذا نحط كمان وكلهم كانوا بيسمعوا للحن. لقيته بيقول لي يا مجدي خد بالك من الولد ده. الولد ده لما بيجي ينزل بالاغنيه بتاعته بيملى زنبلك. ويفضل الزنبلك ده يعمل ززز. ما تبقاش عارف اللعبه دي فين عشان توقفها. اتعلم منه مجدي. فانا قلت لا. لا استاذ عبد الوهاب ده استاذ مجدي استاذي وانا طبعا. فحته بيزني دي فعلا كانت مشهوره عني، ان انا اي حاجه نازله لي لازم الباقيين يقفوا. لان انا يعني اذاعه مش عارف ايه، كانوا يقال عليا هتلاقي اعلاناتي نازله في الدش. فبالرجوع للسينما كنت بنزل زمان سلايد انه ترقبوا في اغنيه كذا ترقبوا. طيب انا بطول. نزلت بنور العين، كان المخرج طارق العريان، فكان طالع تكنيك في وقتها ان ممكن انقل 35 مللي. فلا هي اصل الاغنيه كمان متصوره 35 مللي. فقلت له نعمل فوتج صغيره على قد السينمات وتوزع على كل دور العرض. فبقت الحقيقه الاغنيه بتتذاع تلفزيون، بتتذاع لان ما كانش فيه الفضائيات دي كلها. فكانت بتتذاع في كل دور العرض. اغنيه نور العين طبعا اذا الجمهور واصله له دي بقى، خدت الجوائز المصريه والجوائز العربيه والجوائز العالميه. دي بدايه الميوزك اوورد، جائزه الميوزك الاوورد اللي حصل لعمرو دياب، دي كانت اول جائزه في مشوار عمرو دياب. بعديها بقى تملي معاك، بعديها قمرين، بعديها حبيبي ولا على باله. خدنا مع عمرو دياب 2 جائزه ميوزك اوورد، واحده بنور العين والثانيه بتملي معاك. قلبي هواك، قلبي وحشني لو حتى
كنا في بناخد جائزة ميوزك اوورد كان قدامنا تو اوبشن، يا ناخد الجائزة في الكواليس يا ناخدها على الستيج. عشان ناخدها على الستيج ده موضوع اكسبنسيف، مكلف مكلف جدا. ليه؟ لانك هتجيبي الاستعراضيين اللي هيرقصوا، وهتجيبي المخرج اللوكال بتاعك اللي هيعمل المزنسيه اللي فانا ساعتها قلت لعمر، عمر ما هو مش معقول ناخد جايزه عالميه وناخدها في الكواليس يعني ما عملناش حاجه. انما احسن حاجه انك لازم تكون واقف على الستيج والمئات القنوات الفضائيه اللي بتنقل الحدث ده توصلنا. ودي كانت الفكر اللي انا بروح فيه. فكون بنصرف في يعني مثلا هتلاقيني واخد في الفيديو اللي بعد الميوزك اورد اللي بعد واخد دكتور شريف صبري المخرج، واخد كل الكرو، واخد كله يعني كما واني نقلت كل برودكشن لحد ما خلصت الحفله وطلعت الناس بالشكل ده والميكنج بتاعها والناس اللي هتاخد بهايند سين الكواليس كل ده لازم. ليه؟ لما اجي للاعلام بتاعي وهو الاعلام بتاعي ما راحش نقل، ايوه فلازم اجيب له الماتيريال، اجيب له الاحاديث اللي تمت، الناس قالت ايه على عمرو وهكذا. بس الفيجن بتاعك وقتها برضو يعني مع الاحترام والشكر والتقدير للمخرجين، لكن فكرة انك مثلا من نقلة بقى من عمرو دياب نروح لمصطفى مثلا قمر، برضو انت عملت نقلة في عالم الكليب مع مصطفى قمر. صح، ومن احلى الراجل المخرج الخواجة ده اللي جبته، مش فاكرة ومن احلى الكليبات اللي ممكن تشوفيها كانت كليبات مصطفى، وكانت تعملي برضو مشاكل مع المطربين الاخرين اكيد. بس لما تيجي تشوفي بقى تلاقي ان العمل معمول على قد يعني لو الإفيه ده معمول لعمرو دياب مش هيركب. يعني بالزبط. وانا بعمل اقزام الفيديو بتاع مش معقول ما يركبش. شخصيه مصطفى ملابقه بالظبط. ليه بيقعد على الحاجات دي كرييتيف والباكوردز اللي اتعمل ده في منايه منايا ده ما بتفرقش بقى ما بين ست وراجل يعني. برضو اذا قلنا الشباب عمرو دياب ومصطفى قمر وبتاع شباب رجاله، لكن انك انت برضو تساهم ويبقى ليك ايد في انك تغير شكل مثلا انغام سيدي وصالك، اللوك بتاعها في سيدي وصالك. على فكره انا تعبت عصبيا من الحلقه دي. لطيفة حبيبي ما تروحش بعيد. هو لقاء واحد الحقيقة. بس برضو اللقاء ده رغم انه كان شريط واحد خدت بيه الميوزك اورد مش ذنبي. والله الولد ما يقصدش يا جماعة ذنبي يمشي يخر جوايز اهلي من ذنبي. فما تعاونت معاها فكانت بادية في الألبوم الحقيقة، اشتغلت على الالبوم وعملت اغنيه حبيبي ما تروحش بعيد بشكل وستايل جديد. وبعدين خدناها صورت هناك في فرنسا. في فرنسا ايوه بكرو شركه فرنسيه وبتاع،
نزلت بقى حبيبي ما تروحش بعيد. حبيبي ما تروحش بعيد، خليك هنا. مشوار عظيم، مشوار. السولو تجربة ده تكرر مع منير تجربة واحدة مش كده؟ اللي هو يونس. ده يعني صديق المنتج الكبير طارق الكاشف. هو كان منتج محمد منير، وبعدين لأن هو اتجاه آخر يعني وقف الإنتاج، فكان بادي في الشريط ده، وكان عامل لمنير وقتها، عملناها انتاج مشترك يعني، مدد يا رسول الله. بعديها انا خدت منير عملت الالبوم اللي هو تقريبا الاخير اللي هو يونس. والحمد لله يعني. واغنيه اقرار. واقرار، لا اقرار دي كانت انتاج طريق الكشف. اوكي. يعني انتاج كشف قبل الشريط بتاع يونس. ومنير اصلا صديقي من زمان يعني. يعني بس حجم انت كانت يعني الخريطه عريضه 24 ساعه علشان لو حتى هتردي على تليفونات كل فنان من اللي انا ذكرتهم لك او ملحنينهم او مؤلفينهم او مخرجينهم مش هتلاقي. كتر خيرك والله العظيم. انت النهارده ايه بتعمل ايه؟ يعني ايه شايف ايه؟ انا ما حسيتش ان المشوار يعني المشوار الطويل ده نهايته بتقرب. لا نهايته يعني ايه نهايته؟ يعني لا يعني انا كنت فاكر ان انا لسه امبارح يعني فاكر لا هي الفكره يعني قد يكون الموديل هيتغير نفسه. لا هو مش فكره الموديل. يعني انا لما النهارده بوقف العربيه في اشاره واسمع اغنيه من اغانيه واستعيد ذكريات كنت فاكر ان دي انا لسه عاملها امبارح في الاستوديو. وبعدين وفجاه ان عدى عليها جيل. يعني جيل كامل. بنتكلم فيه يعني طبعا انا لما ادخل بقى في الجيل الجديد بقى بعد طبعا فنان هشام عباس فين وانا خاف انسى بقى من ويزعلوا مني في بعد كده بقى امال ماهر. صوت العملاق. فامال طبعا كل عارف اكتشافها وتبنتها التلفزيون المصري وما انتجوا لهاش حاجه، فانا خدتها من التلفزيون المصري وقلت انا اتبناها. وقلت لها امال حاولي ما تغنيش ام كلثوم لفتره مؤقته علشان نحط البرسوناليتي بتاع صوتك. وعملت لها 3 البومات. منها اخر البوم اللي نزل ده سكه السلامه. وطبعا في جيل جديد مطلعينه، في تامر عاشور وفي لؤي وفي طبعا مع الشباب اللي ما زالوا موجودين معايا في الشركه، في هشام عباس، في ايهاب توفيق، في خالد سليم، في هشام عباس. انت بتحضر البوم جديد؟ ده انا خلاص على وشك قعدت انطقه، عايز انطقه جمله. قال لي بس مش قادر. بس عامل شغل حلو. حلو قوي. انا يعني من بره التصوير قلت له ان شاء الله باذن واحد احد هتضرب. اعمل شغل حلو. بس يعني هو يعني ماشي بالراحه. يعني مش معلش بنستعيد برضو، ما احنا يعني شباب مع بعضينا. يعني مفيش مشاكل. الدنيا دلوقتي انا شايفاها متفائله بيها، انه الناس ابتدت تروح تحضر حفلات تاني وتشوف الناس بعينيها تاني وتدفع فلوس التذكره. حاسه ان دي بادره امل ولا انت شوفي انا سعيد بيها على الجانب اللي بيعمله عمر خيرت. يعني لما تيجي واحد زي يتوسط علشان
ياخد تذكره او يجيب لاسرته تذكره لحفله لعمر خيرت ده شيء شيء رائع يعني. ان في ما زال ناس سميعه بتروح تسمع شغل وراحوا الانغام وبيروحوا ده. بتروح الساقيه بعض الايام بعض فيها حاجات فيها فيها بيحصل شغل. فيها شغل بس احنا ناقصنا للمسرح الغنائي يعني. طب ما يتيلا يا يعني مسرح غنائي نشوف مش عايز اقول ليالي تلفزيون وبتاع ومش عارف ايه يعني اتسحب فورم جديد اتسحب فعلا مننا الحفلات الخارجيه مهرجانات الخارجيه المهرجانات اللي بتتعمل في المنطقه العربيه كلها احنا مش اقل من اي حد احنا صانعي هذا الفن اصلا. طب ليه انت ما تيلا بندعي البلد بس ان شاء الله يعني بندعي البلد لانه انت عارفه الظروف الامنيه والبتاع والتجمعات والحفلات المفتوحه والحاجات دي برضو فيها يعني ان شاء الله اما تعدي بس شويه ظروف كده في البلد اكيد في دماغك حاجات أكيد اصلك انت ما تقعدش ساكت ابدا أكيد. يعني لا والله اللي يعرفك لا مش ساكت واهم حاجه عايز اقول لك حاجه الحقيقه دي برضو عشان الجمهور يبقى فاهم ليه الانتاج الوحش بقى كتير شايفينه كتير لان الانتاج الحلو قل يعني احنا ما يعني زمان مثلا كنت الاسماء دي كلها انا عملتها فتره مش كتير على فكره لا بالاسماء اللي بالعرض دي يعني كل واحده بالمشوار بتاعها طب ليه الايام دي ما بتعملش ما هو الانترنت مش مخلينا نعمل انا عايز اعمل حاجه حلوه بس بعد ما بعمل حاجه حلوه بعديها بدقيقتين خلاص الناس كلها بتنزلها داونلود ببلاش. ما هي دلوقتي اكيد انت طبعا بما ان ليك باع طويل وعريض في مساله القرصنه وعملت حاجات وانا اشتغلت معاك شويه واختلفنا في طريقتنا ان كل واحد ده فيلم بقى فيلم مش غنوه صح والله بس انا متاكده انك انت في جعبتك كتير قوي وانك انت بتغير الفورم اللي في دماغك تماما وانك نازل ب حاجه من اللي انا عماله من اول الحلقه وانا عمال اقول يخرب على الاسامي خدي بالك برضو انه ايه يعني بدون مقاطع لكلامك يعني يمكن القوانين ما اسعفتنيش في فتره من الفترات انما انا غيرت جزء من الستايل بتاع الايراد يعني أول واحد نزل في المنطقة العربية الأغاني على الموبايل هو العبد لله أول واحد الناس سمعت اتصل على التليفون الأرضي واسمع حتة من الأغنية كان العبد لله يعني دايما دماغي بتفكر فين يعني تنقذ أنقذ عشان أكمل أنقذ عشان أكمل فيعني ربنا يسهل والبلد بس تمر بالفترة الجميلة الجاية إن شاء الله وتستقر البلد ويبقى فيه وزير ثقافه مستديم نعرف نكلمه لانه انت عارفه ان انا استصدرت قرار وزاري بالفعل والقرار ده لو طبق قرار صدر مش لسه هيصدر بس الحظ انه صدر في 17 يناير الثوره قامت 25 فاتحط في الادراج القرار ده بيحط آلية لإزاي تنزلي الأغاني من على المصنفات بصفة عامة فلو طبقت على المصنفات يقدر بتاع المسلسلات ويقدر بتاع الأفلام إزاي تطبق الآليات على الإنترنت قرار طب ما نبقى نقعد أنا وأنت فيها دي على جنب كده تاني نذاكرها تاني الله يبارك لك وبعد كده كل ما أروح لوزير ما فيش والله وأنا اسكت أنا كنت أخش مساء الخير إيه ده أنت مشيت طيب أوكي مساء الخير صباح الخير فاهم ده كان ايه ده مش موجود لا اللي فيه بقى ده رحت للاستاذ جابر عصفور السيد وزير الثقافه قابلته في دار الاوبرا واخد معايا القرار وباخد شويه اوراق وغلطت قلت له يا فندم انا كل ما اروح لوزير الاقيه بعد ما اروح بشي فانا بقول الحق ربنا يديله طول العمر والصحه يا رب فقلت له ألحق في وجودك وانت متحمس كده فتساعدنا ففعلا بص المستشار القانوني بتاعه قال له اللي بيقوله محسن ده مهم جدا للصناعة ففورا تاخدوا إجراءات أنا ما وصلتش البيت وكان قرار ال حصلت لي كده بالظبط فبحكي القصة دي لسيادة الوزير وزير التخطيط بقول له ده انا حتى رحت وزير الثقافه ده جايب لك الملف قال لي ده خلي الملف معاك خده معاك وانت رايح
عايزه احط شويه. خليك والله العظيم يا محسن انا سعيده جدا ان انت شرفتني النهارده بجد. اولا ان شفتك لان بقالي سنين ولانك جبت لي هديه جميله بتاعتي. ايوه. ولانه كان لازم ومهم قوي قد يمكن انتوا ما تفتك ما يعني ما تظنوش ان دي حاجه مطلوبه لكن شباب اليومين دول عايز يعرف حاجات كتير. ازاي حصل ده؟ ازاي ظهروا النجوم دول؟ ازاي الاعمال دي اتعملت؟ المجهود محتاج ايه؟ لو احنا غاويين هنتعب ازاي ولازم نتعب علشان الحاجه تتعمل ازاي؟ ده كله مهم، مش بس استدعاء نوستالجيا، هي استدعاء مجهود خارق وغير طبيعي لناس حبت وعشقت المهنه اللي كانت بتعملها. شوفي اللي بتقوليه ده انا بس هزود عليه، لان انا لما بينزل برنامج صاحبه السعاده حقيقه ببقى لازق في الشاشه يا حبيبي، بكلمك بجد مش مجامله ليكي، بشوف فيها انت بتقلبي في التراث، ويا ريت بتقلبي في التراث بس، انت بتقلبي في التراث الجميل. يعني انا لما شفت الفنان الجميل سمير حبيب ما شفتوش من سنين، وهشام نور وغيره وغيره، الحقيقه انا بحييكي وبرفع لك الشابوه ولقينا فنانه فعلا بتقدم برنامج جميل تستحق لقب صاحبة السعادة. يا حبيب قلبي يا محسن ربنا يخليك. احنا مستنيين منك كتير جدا، وخلاص الكام سنة اللي فاتوا خلصوا مع بداية 2016، انا شخصيا متأملة ان انا يعني هشوف شغل عظيم منك، وعندي فكرة هبقولها لك في الخباسة عشان ما تبقاش يعني تعملها وخلاص وانا دوري يبقى في الكواليس بس. لا انت دايما في المقدمه وربنا يخليكي لنا. نورتني نور يخليك. الدنيا كلها الله يخليكي، كتر خيرك انك شرفتني، ربنا يخليكي وده مسعدك.